هذه وحدة تقول ربي بلاني بالحسد، تقول وتزوجت وعشت مع أهل زوجي في بيتنا، تقول سبحان الله مع مرور الأيام حياة أهل زوجي مو بزي حياتي، كنت عند أهلي في فروق، كل شيء مهيئ لهم، كل شيء متوفر لهم، أنا ما كنت كذا. تقول كبر هالشي في قلبي، وأي شيء يسوونه من تحت لتحت بس جالسة أحرش زوجي، تقول عبي راسه، تقول ويقلب عليهم ويهاوشهم، تقول لين صار يمد إيده عليهم، تقول أعبي راسه مرة، درجة أشوف صورهم في الجوال يرسلون صاحباتهم أي حاجة، وهالشي كان كنت أنا محرومة منه. تقول وأعبي راسها إلين صار يمد إيده عليهم، في النهاية كشفوا أني أنا السبب والمشاكل كلها من تحت راسي. تقول بدوا يهمشوني، ولما أكون في مجلس زي الجدار ما يعطوني أي أهمية، يقهون الجميع ولا يقهوني، يعطون الجميع ولا يعطوني. تقول نقلت في بيت مستقل لحالي وما زال شري يوصلهم، تقول سبحان أتابع أخبارهم من بعيد لبعيد ووصل زوجي وزيد ونق اللي صاروا يكرهوني أنا وزوجي، وقطعت العلاقة بيني وبينهم مرة، وحملت ذيك الفترة. تقول حملي كان مرة جدا صعب، وللطفل معاق، والولد هذا اللي كنت أتمناه بعد 4 بنات جاء معاق. تقول حسيت إن من دعائهم علي، وفعلا أنا أذيتهم جدا بسبب هذا الحسد. تقول أنا مبتلى، ما قدرت مهما صار ما قدرت. تقول حاولت بشتى الطرق إني أبعد هذا الشيء من قلبي ما قدرت. تقول لما ربي أعطاني وعاقبني بهذا الولد المعاق عرفت إن من سبب دعائهم، أنا أذيتهم مرة